مرحبا، كيف بده يكون اليوم الاثنين 4 اذار مارس؟ اليوم بهيدا النهار وبمطلع الاسبوع اليوم القمر مرافقنا من برج الدلو الهوائي، من امبارح موجود ببرج الدلو وباقي للساعة 10 و12 دقيقة غدا الثلاثاء صباحا بتوقيت بيروت. اذا في عنا فترة كل نهار بيكون القمر موجود ببرج الدلو، القمر اللي هو قمر جيد للابراج الهوائية، موالي برج الدلو، موالي برج الميزان، وكذلك موالي برج الجوزاء. كيف رح بيكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، الجو مناسب لحتى اليوم تطلب مساعدة، تطلب رأي، تطلب نصيحة، تطلب استشارة، ما تبقى لحالك، الأجواء جيدة وبتساعدك وبتعطيك نوع من دعم، لأنه الفترة الزمنية المقبلة، الثلاث أيام المقبلين ما رح يكونوا هالقد سهلين، وبنصحك تتابع الأبراج الأسبوعية، يعني فيديو واحد لكل الأسبوع، لحتى تعرف كيف بده يكون الأسبوع من أوله. بتبقى المواليد يلي بقلها لازم تنتبه بهاليومين بشكل خاص هي مواليد 18 و19 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور، شو ما صار، شو ما برم عندك الدولاب، وكيف ما طلعت الامور، وشو ما لقيت بوجهك، ضلك مكمل طبعا من دون اثاره المشاكل. بيأدي اللي موجود، اتعامل معه بطريقه دبلوماسيه، بطريقه سهله، حتى ولو لقيتوا انه في معاكسه من شريككم بالحياه او من زملائكم او من الاهل، طولوا بالكم، الجو سوف يتحسن في الأيام المقبلة. ولكن إذا كنتوا من مواليد 2 و3 أيار مايو، كونوا حذرين لأنه تأثيرات كوكب المريخ تجذب لكم المشاكل. أما الأكثر حظاً يلي عنده حظوظ حلوة اليوم بنجاح هو مولود 9 10 11 و12 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم نهار بكافيكم، اليوم نهار بخليكم تفرحوا، تنبسطوا، ويمكن حتى تحتفلوا. الأجواء اليوم عند مواليد برج الجوزاء تبشر بانفراج وتبشر بنجاح خطوة، وإذا ما أخذين خطوة اليوم نهار مناسب لحتى تاخذوا خطوة وتكونوا جريئين. الحظ معكم في أول قلبكم، والأكثر حظا هو مولود 24-25 أيار مايو، وبدي أضيف عليهم مواليد 13 و14 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان، صحيح يمكن الامور انت بتريد وبتفضل انه تكون اسرع وانشط وواضحه اكثر، لكن نوعيه الوقت عم بتقلكم اوكي اشتغلوا، لانه في امور لازم ينشغل عليها بهالفتره. نجاحكم مقبل في الايام المقبله القليله المقبله، اما بالنسبه لليوم فما هو الا تمهيد لبعض الامور يلي لازم ينشغل عليها، لانه النجاح ناطركم. هنالك ضروره تفسير بعض الأمور، لتوضيح بعض النقاط قبل الوصول إلى نقطة الاحتفال، وبالتالي اليوم نهار مناسب لحتى تذللوا بعض العقبات، إن كان من خلال إيميل، إن كان من خلال اتصال، إن كان من خلال زيارة. الجو إلى تحسن، وبتبقى الأكثر حظا هي مواليد 5 6 و7 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. اليوم مولود برج الاسد، لانه القمر موجود ببرج الدلو بتحس وكانه في مؤامره ضدك، وكانه الناس ضدك، هذا شيء مش صحيح. اليوم مواليد برج الاسد فيكم تناقشوا الامور، فيكم تهتموا بالتفاصيل، فيكم نوعا ما تحاولوا وتعملوا جهدكم لتتجنبوا المشاكل، وهذا امر جيد لانكم عم تتمرنوا لحتى تتخطوا المشاكل حتى قبل حصولها. فبالتالي اليوم مولود برج الأسد، إذا بتخلي المزاجية على جنب، الأمور بيمشي حالها وبتكمل بعملك بطريقة جيدة. وما تنسى أنه الجو اليوم عند مولود برج الأسد يمكن يودي عندك الجو إلى مصالحة وإلى تسوية، تبقى الأكثر حظا 15 ل 17 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، اليوم هو يوم فيكون نهار طويل، فيكون نهار طويل، وفيكون نهار في شغل، وفيكون نهار ما بيخلص في الشغل. ولكن نصيحتي لكم موالي برج العذراء، أي مسألة بتبلشوا فيها حاولوا تكملوا فيها وتخلصوها اليوم، لأنه الأيام المقبلة القليلة المقبلة رح تحملكم المزيد من الانشغالات والمسؤوليات، ف ما تكتروا، بالعكس حاولوا تشيلوا من درب الأيام المقبلة.
إن كنتوا تلاميذ، إن كنتوا بالبيت، إن كنتوا بتشتغلوا، حاولوا تذللوا المشاكل وحاولوا تخلصوا من الأعباء. ركزوا، نهار طويل بانتظاركم وقد يكون متعب أيضا. هنالك حظوظ حلوة عند مواليد 23 24 آب أغسطس 11 ل 16 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان اليوم بانتظاره نوع من حل حالي لقصة كان مشغول باله عليها. اليوم مولود ومولودة برج الميزان اليوم في عندكم مجال وفي احتمال كتير كبير انكم تحصلوا على هالضمانة اللي انتم بدكم اياها. هنالك دعم لكم، هنالك وقوف الحظ لجانبكم، وهنالك نوع من الرومانسية ونوع من الحظوظ المهنية. الأكثر حظا 25 26 و27 أيلول سبتمبر، مع أنه جميع مواليد برج الميزان اليوم محظوظين. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب اليوم الجو اليوم مولود برج العقرب الجو عنده هو لتخفيف نمط أو وتيرة الحياة أو الوتيرة الروتينية اليوم. مولود برج العقرب ليش؟ لأنه بدك تغط شوي، بدك تغط شوي، حان الوقت لتركز على بعض الأمور وبعض النقاط، تركز عليها لحتى تقدر تستفيد منها وتقدر تعطيها حقها، مثل الوقت مع عائلتك، الوقت مع أو بشغلك، أو الوقت مع الزملاء اللي لازم تشتغلوا سوا عندكم بروجي سوا، او مع شريكك بالحياه، او مع اهلك، او بيتك منزلك بحد ذاته. هنالك بعض القصص اللي لازم تلتفت لها. الدائره الصغيره اللي انت شغلت لك بالك او انت بحاجه تشتغل عليها، ركز عليها. الجو منه سلبي، تذكر هالشي. الاكثر حظا 5 6 7 نوفمبر تشرين الثاني، واللي عنده معاكسات بهيدي الفتره هو مولود 23 ل 25 اكتوبر، فما تجازفوا. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس اليوم فيكون الدينامو، المحرك الدافع، المنشط للامور. اليوم مولود برج القوس شخص سريع الحركه، سريع التصرف، ريفلكسه كتير قوي، يعني عنده فعلا قدرة لحتى يتجاوب مع الأمور بسرعة، جواباته ذكية. نهار ممتاز للامتحانات وللقاءات. 14 ل 16 ديسمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم نهار بيساعدكم بالتأكيد لحتى تحلحلوا عقد مالية، لحتى تحلحلوا مشاكل قانونية، مشاكل مالية أيضا. اليوم نهار بتقدروا تنزلوا فيه على البنك، على المصرف اللي عندكم، وتخلصوا معاملاتكم. واضح أنه هيدا نهار في انشغالات لتقييم حساباتكم المدرسية، المالية، حتى الاجتماعية، ليش لا. ويبدو أنه مواليد برج الجدي قادرين أنه يهتموا، حتى مواليد برج الجدي قادرين حتى يهتموا بمسألة وكأنها هي ملف، دوسيه، قضية عم تشتغلوا عليها وبدها متابعة مالية. الأكثر حظا 21 ل 23 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو، يلي طبعا القمر اليوم ببرجه لليوم الثاني على التوالي، يعني مفروض اليوم باخر هذا النهار جميع مواليد برج الدلو يكونوا حصلوا على الضوء الاخضر للانطلاق في قرار او في خطوه، شو ما كانت هالخطوه، يمكن يكون صغيره، يمكن قرار صغير انه اليوم هيدا اللابتوب بدكم تشيلوه من هون وتحطوه على بغير مطرح. اي قرار اليوم بيتاخد عند مواليد برج الدلو بيكون مهم، ضروري تدخلوا شيء جديد على حياتكم. اليوم نهار بينطلقوا فيه مواليد برج الدلو لتحديد اطار جديد لكيف بدهم يربحوا وكيف بدهم ينجحوا. فحلو يكون عندكم بروجكت تضبطوه وتشتغلوا على اساسه بيضمن نجاحكم. ستيبس، تحطوا ستيبس، شو هي ستيبس؟ الخطوات اللازمة لحتى تنجحوا وتحققوا هدفكم شو ما كنتوا، بغض النظر عن عمركم. الأكثر حظا 24 و25 كانون الثاني يناير، مع أنه جميع مواليد برج الدلو اليوم محظوظين. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت بعده الجو عندكم اليوم غير
سريع وغير فعال. فحتى ولو عم تشتغلوا وعم بتحاولوا وعم بتحاولوا، على الأرجح راح بتطلع النتيجة إنه ما أخذتوا النتيجة يلي فعلا أنتم بدكم إياها، كنتوا بتتمنوا إنه تطلع نتيجة أفضل. التمني بتطلع اليوم هي عنوان النهار. فنصيحتي لكم تتركوا الأمور المهمة لبكرة، لأنه بكرة مختلف كليا 180 درجة، اليوم نهار مخيب للأمل. على كل، تبقى المواليد الأكثر حظا نسبيا 11 ل 13 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم هيدي سنة بتشغلك بتشغلك بتحسين أدائكم، وذلك من خلال تقوية المهارات اللي عندكم إياها. هيدي سنة منا سنة عاطلة، هيدي سنة بالعكس كتير مهمة. يمكن بهيدي السنة بتشتغلوا على الثقة بنفسكم أكتر، على الثقة بكفاءاتكم أكتر، وبالتالي ورش أعمال وشهادات، ليش لا؟ سنة حلوة. انتبهوا أيضا لأموركم الصحية. أدار مارس، نيسان، أبريل، تموز، يوليو، أكتوبر ونوفمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء كل يوم بالأبراج اليومية على اليوتيوب ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت، وأيضا تابعوني بالأبراج الأسبوعية كمان على اليوتيوب. بودعكم، باي باي.